وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات. أهلا بك معنا الدكتور فايز. يعني الحديث اليوم عن هذا التنسيق والجهود المصرية بالتعاون مع قطر وواشنطن التي نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين والأسرى واستمرار الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، برأيك دكتور محمد ما الذي يمكن أن يعني نتوقعه في الأيام القليلة القادمة من جهود مصرية بشراكة عربية للوصول إلى تمديد الهدنة، وصولا إلى ربما يعني فتح مسار سياسي جديد؟ نعم، مساء الخير أولا وعلى مشاهدي القناة الإخبارية. في الحقيقة طبعا يعني نجاح الهدنة منذ أن بدأت وحتى الآن هذا يشير إلى أن هناك إرادة مصرية كبيرة لإنجاح هذه الهدنة، لأنه قبل بدء هذه الهدنة يعني طال الحديث وطالت يعني وتوسعت المطالب الدولية بما فيها الأمريكية لفرض هدنة إنسانية، لكن كل هذه المطالب اصطدمت للأسف الشديد بتعنت من جانب إسرائيل. الآن عندما تنجح مصر بالتعاون مع يعني دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، عندما تنجح يعني هذه الجهود في الفرض هذه الهدنة ونجاحها حتى الآن رغم كل التعقيدات الشديدة التي واجهتها، سواء تعقيدات لوجستية أو محاولة بعض الأطراف أو الجهات داخل إسرائيل إجهاض هذه الهدنة وإفشالها، كل هذا يشير إلى أن هناك يعني إرادة مصرية قوية لإنجاح هذه الهدنة، لأن المراهنة ليست على هذه الهدنة، المراهنة المصرية هي على الدخول في موجات أو مجموعة من الهدنات الإنسانية للانتقال إلى يعني حديث جدي عن وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك هناك مراهنة أيضا على أن المشاهد القائمة الآن وهي حالة الاستقرار النسبي ووقف العدوان فضلا عن تبادل المحتجزين والأسرى، كل هذا يعني هناك مراهنة على أنه كتلة دولية سوف تقف وراء هذا التطور وهذا التحول المهم حتى ننتقل إلى يعني حلقة أخرى، إما هدنات جديدة أو الدخول في وقف الإطلاق النار. يعني تطور هذا الموقف أو الكتلة الدولية التي ستدعم هذا التحول أعتقد أنها يمكن أن تتشكل بقوة يعني في ضوء هذه الهدنة أو خبرة هذه الهدنة. هناك يعني موقف دولي بالفعل بدأ يعني قبل بدء هذه الهدنة يدعو إلى وقف إطلاق النار، لكن بعد خبرة هذه الهدنة من المتوقع أن يكون هذا الموقف الدولي أكثر قوة وأكثر وضوحا وأكثر استعدادا لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي. هناك قوة دولية عدة لديها مصالح مع إسرائيل، وهناك قوة أخرى تتضرر مصالحها وصورتها في العالم بسبب هذا العدوان وبسبب هذه السياسات الإسرائيلية، وفي مقدمة هذه القوة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لكن دكتور محمد، يعني هل هذه القوة الدولية العدة كما ذكرت دكتور فايز، هل تستطيع أن يكون لها دور فاعل مع رغم أحاديث رئيس الحكومة الإسرائيلي وغيره من العسكريين أو القادة العسكريين في إسرائيل عن إصرارهم على مواصلة القتال، يعني رغم أن هناك فرصة لتمديد هذه الهدن الإنسانية ووصولا إلى وقف إطلاق النار دائم؟ بالتأكيد سيكون هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي، لكن إذا كانت هناك إرادة دولية جادة بالفعل لإنهاء هذا العدوان وفرض وقف إطلاق نار على الجانب الإسرائيلي أعتقد أن هذا سيحقق نجاحا. الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية عدة تمتلك أوراق في مواجهة إسرائيل، يعني إذا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية صراحة عن وقف أي دعم عسكري لهذا العدوان، وإذا يعني تحولت إلى ممارسة أو توصيف أوراق مهمة لديها في مواجهة إسرائيل، أعتقد أنه في هذه الحالة يمكن أن تنجح مثل هذه الضغوط. لكن الجانب الإسرائيلي طوال الأسابيع الأخيرة ومنذ أن بدأ العدوان عقب 7 أكتوبر، يعني الجانب الإسرائيلي يقرأ بدقة يعني أنه هناك فجوة ما زالت قائمة أو ظلت قائمة طوال الأسابيع السابقة
بين حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن يعني ضرورة تنفيذ أو تطبيق هدنات إنسانية وبين ما يجري في الغرف المغلقة. يعني بالتأكيد الجانب الإسرائيلي ما زالت لديه بعض الخطوط الخضراء للاستمرار في العدوان، لكن في اللحظة التي يعني يتصل إليه يعني خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق باستمرار العدوان، بالتأكيد الموقف الإسرائيلي سوف يتغير، وبالتالي هذا يعيدنا مرة أخرى إلى مشاهد الحالية في قطاع غزة. صحيح أن هناك بعض الخروقات من الجانب الإسرائيلي للهدنة، لكن الاتجاه العام أننا ما زلنا إذا يعني هدنة مستقرة، هناك إرادة مصرية قطرية أمريكية لإنجاح هذه الهدنة وفرضها على الجميع. بالتالي هذا المشهد الجديد الآن في قطاع غزة أعتقد أنه سيساهم في تشكيل موقف دولي بعد هذه الهدنة. بالتأكيد المجتمع الدولي ليس على استعداد، وأقصد المجتمع الدولي المتحضر الذي ما زال يؤمن ب يعني الكرامة الإنسانية والذي يؤمن ما زال يؤمن بحق الإنسان في الحياة. بالتأكيد هذا المجتمع لن يروق له العودة مرة أخرى إلى استخدام إلى العدوان وإلى القتل وإلى التدمير الذي مارسته يعني الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي طوال الأسابيع الماضية. نعم، لكن دكتور محمد، على ذكر الغرف المغلقة وما يجري في الغرف المغلقة في إسرائيل، توقعاتك لما يدور في أروقة الكنيست وأيضا في مجلس الحرب يعني حينما ينعقد اليوم خلافات، حديث عن خلافات ونقاشات خاصة، وأن الرأي العام الإسرائيلي يتحدث عن أنه تم قبول صفقة تبادل الأسرى على مضض، وأن العملية العسكرية لم تحقق أهدافها، فربما يعني نعود مرة أخرى لدائرة ودائرة العدوان واستمراره على القطاع لمجرد إثبات أن هناك إنجاز قد تحقق. يعني بالفعل ما زال هناك تيار داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وداخل الجيش الإسرائيلي بسرعة استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في أسرع وقت بعد انتهاء الهدنة الحالية، ومقاومة الدخول في أي هدنة جديدة. لكن أعتقد أنه يعني هذا الموقف يعني سيتراجع بشكل كبير إذا ما تطورت إرادة دولية حقيقية لإنهاء هذا العدوان. بالإضافة إلى ذلك فإنه أيضا الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي في تقديري بعد هذه الهدنة سيكون هناك ضغوط أكبر يعني لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن ما وصل إليه الأمر في 7 أكتوبر. يعني العمليات العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال يعني ضد قطاع غزة طوال الأسابيع الماضية لم تحقق واحد من الأهداف التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي، وهي تحرير المحتجزين. ثبت عمليا أنه لا يمكن تحرير هؤلاء المحتجزين من خلال العمليات العسكرية، لم يتم تحرير رهينة واحدة أو محتجز واحد لدى فصائل الفلسطينية باستخدام القوة العسكرية. وبالتالي هذا سيدفع الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي في الداخل إلى يعني تقييم لجدوى هذه العمليات العسكرية. حتى الهدف الآخر المتمثل في القضاء على حركة حماس، يعني أيضا بالتأكيد هناك تقييمات أو هناك نصائح في الغرف المغلقة للجانب الإسرائيلي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صاحبة الخبرة الأكبر في يعني استخدام القوة العسكرية لإزاحة حركات أو قوة من أنظمة الحكم. يعني خبرة أفغانستان بالتأكيد ماثلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني أعتقد أنه الهدنة الإنسانية هنا في رأيي أنها ستخلق حراكا كبيرا سواء في داخل إسرائيل بشكل عام أو داخل الرأي العام الإسرائيلي بشكل خاص. نعم، الدكتور محمد ذكرت نقطة غاية في الأهمية، وهو المجتمع الدولي الغربي بصفة عامة، ويعني هل تعتقد أن الذي سيحسم الأمر في هذه القضية هو الإحراج الدولي للمجتمع الدولي أمام العالم بأسره؟ يعني حينما يعني يذكرنا هذا باليمين الراديكالي الذي وصم هو وطياراته وأحزابه من قبل بالنازية والفاشية في أحيانا كثيرة،
وحملت النازية المسؤولية الكاملة عن ويلات الحرب العالمية الثانية، واليوم نرى على مدار 50 يوما انتهاكات لحقوق الإنسان لم نشهدها في الحرب العالمية الثانية. هل تعتقد أن هذا المنحة ربما يكون الحد الفاصل في اتخاذ قرار غربي بوقف هذه يعني هذا العدوان وهذه الممارسات اللا إنسانية وهذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني؟ يعني أولا هناك حقيقة تاريخية يعيها الجميع، وهي مسألة أن التيارات اليمينية المتشددة سواء اليمين السياسي أو اليمين الديني لعبت دورا كبيرا في يعني الحروب، منها الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال كانت بسبب صعود هذه التيارات اليمينية المتشددة داخل أوروبا. فبالتالي هذه بالفعل واحدة من الحقائق التاريخية، يعني ارتباط الحروب الدولية بما فيها الحرب العالمية الثانية بصعود مثل هذه التيارات، وهذا هو الواقع بالفعل. يعني سيطرة اليمين الديني المتشدد داخل إسرائيل طوال السنوات السابقة هو الذي أدى إلى اختزال يعني تعامل الحكومات الإسرائيلية وتحديدا حكومات نتنياهو، الاختزال العلاقة أو التعامل مع الجانب الفلسطيني في الاقترابات العسكرية والأمنية. لكن هذا لم ينتهي إلى تحقيق الأمن لإسرائيل، هو انتهى إلى يعني موجة جديدة من التصعيد كما بدأت في 7 أكتوبر الماضي. فهذه في رأيي أنه واحدة من الحقائق أو الأمور التي يجب أن يعني يعيها الجميع، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أوروبا أو الجانب الإسرائيلي نفسه، المجتمع الإسرائيلي وكل القوى السياسية يجب أن تعي هذا، أنه اختزال العلاقة مع الفلسطينيين في الاقتراب الأمني والعسكري بهذا على النحو الذي حدث طوال السنوات السابقة بسبب سيطرة اليمين واليمين الديني بشكل خاص لم يحقق الأمن لإسرائيل، ولا يستطيع نتنياهو أو حكومته أو جيشه الحديث عن أنه هذا الاقتراب الأمني والعسكري قد حقق أمن إسرائيل، بل بالعكس يعني فشلت الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في والحكومة الإسرائيلية أيضا فشل الجميع في تحقيق الأمن بسبب هذا الاختزال العلاقة مع الأشقاء الفلسطينيين أو مع القوى الفلسطينية أو مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الاقتراب الأمني والعسكري وتغييب كامل للأفق السياسي. نحن في حاجة لأمن الجميع، في حاجة إلى العودة إلى مسار سياسي ينتهي بحل الدولتين وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية وفي قرارات مجلس الأمن وفي غيرها من المواثيق المهمة. لكن المراهنة الآن هو أن المجتمع الدولي أيضا يدرك هذا، ليس فقط الجانب الإسرائيلي لكن القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وأتصور أنه ستكون هناك مراجعة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لا يحدث هذا على المدى القصير خاصة في ظل وجود انتخابات يعني قريبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في تقديري أن أي إدارة أمريكية مقبلة سوف يعني تستفيد من هذه الخبرة ومن هذه الدروس. الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل هذه الأزمة نسمع عن حل الدولتين، عن ضرورة فتح أفق سياسي في أكثر يعني أكثر من أي مرحلة سابقة. نسمع الآن الخطاب الدولي الأمريكي أو الأوروبي يتحدث عن ضرورة فتح أفق سياسي، ضرورة إنشاء يعني تأسيس دولة فلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين. لكن المهم هو أن يتم ترجمة هذا الخطاب الدولي إلى واقع عملي. أعتقد أن خبرة الأزمة الحالية يعني من القوة ومن الوضوح ومن القسوة بالنسبة للجميع إلى حد أنه لا يمكن تجاهل هذه المسائل أو هذه الحقيقة مستقبلا، مهما كانت يعني شدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن لا أحد يستطيع أن يتجاهل هذه الحقيقة. لا أمن في المنطقة ولا أمن بالنسبة لإسرائيل نفسها ولا يعني بشكل عام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الحقيقة في رأيي التي سوف يعني يخلص إليها الجميع بعد انتهاء هذه الأزمة، مهما كانت يعني كما أشرت مهما كانت قسوتها ومهما كانت يعني شدتها. وهذا ما هو نبهت له الدولة المصرية، يعني مصر هي أكثر دولة نبهت إلى هذه الحقيقة، ليس الآن في ظل الأزمة لكن حتى قبل الأزمة.
ولو كان هناك يعني أصواتا تعي وأصواتا تدرك يعني حقيقة وأهمية الرؤية المصرية فيما يتعلق بهذه القضية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن أو في 7 أكتوبر. نعم دكتور محمد، على ذكر اليمين المتطرف، هل باعتقادك أن القضية هنا أو المشكلة هنا أو الأزمة هنا هي حكم أم حكومة في إسرائيل؟ هي بالتأكيد أزمة حكومة، لكن في نفس الوقت هي أزمة مجتمع أيضا، لأنه بسبب هذه المزايدات الانتخابية وبسبب يعني المزايدات التي قام بها نتنياهو في مواجهة كل القوى السياسية، يعني ساهمت للأسف الشديد في جر المجتمع الإسرائيلي إلى مزيد من اليمين ومزيد من اليمين الديني أيضا، لأنه بسبب هذه الصراعات انتهى الأمر بهيمنة التيار اليميني المتشدد على الحكم. فبالتالي هي ليست أزمة حكومة أو معضلة يعني ترتبط بطبيعة الحكومات القائمة في إسرائيل، لكن هي في رأيي ترتبط أيضا بطبيعة المجتمع الإسرائيلي الذي أفسح المجال أمام هذا النوع من التيارات، لأنه خلق في الحقيقة يعني رغبة شديدة في مزيد من التشدد، يعني أفسح المجال أمام المستوطنين المتطرفين لممارسات عنيفة ضد أشقاء الفلسطينيين سواء في قطاع يعني غزة أو ضد المقدسات الإسلامية أو غيره، يعني فبالتالي كان هذا يعني عندما أفسح المجال أيضا لقوى دينية متشددة أن تكون جزء من معادلة سياسية في إسرائيل، هذا ساهم بشكل كبير في يعني وقوع السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الإسرائيلية للمزايدات الداخلية بين التيارات اليمينية بشكل عام واليمينية الدينية بشكل خاص. فالأمر في الحقيقة في رأيي هو أزمة كبيرة داخل إسرائيل، ليست فقط أزمة حكومة أو حكم، لكن هي أزمة مجتمع بشكل عام. نعم بشكرك شكرا جزيلا من القاهرة عبر الهاتف دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، شكرا جزيلا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية.